عشر من أخطر الجسور في العالم. سلام الله عليكم متابعي قناة الثقف. العالم مليء بالجسور المختلفة والتي تساعد في ربط المناطق أو الجبال ببعضها وتسهل حركة التنقلات سواء داخل أو خارج المدن. وفي هذه الحلقة سوف نعرض أخطر الجسور في العالم. قد يعتبر الجسر خطير اعتمادا على بعض العوامل مثل الضيقة أو سوء المواد المستخدمة في بنائه وعوامل أخرى كثيرة، وإليكم 10 من أخطر الجسور في العالم. جسر غاسا نيبال. جسر غاسا يعد من بين أخطر الجسور في العالم، ويقع في قرية غوس في نيبال. وعلى الرغم من أن هذا الجسر تم بناؤه بشكل سيء، إلا أن عدد كبير من الناس والماشية أيضا يقومون بعبور الجسر كل يوم. ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن جسر غاسا جسر صغير جدا وضيق، ولكن الناس حتى الأطفال الصغار لا يجدون مشكلة في عبوره كل يوم. جسر كاريك ريد المعلق في المملكة المتحدة. جسر كاريك من أخطر الجسور في العالم، ويقع الجسر في مدينة أنتريم في أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة. ويمتد الجسر على مسار 21 مترا، ويحتاج هذا الجسر لشجاعة السياح لعبوره. ويوجد حبل هناك يساعد السياح في عبور الجسر، ولكن في الحقيقة فإن عبور هذا الجسر ليس سهلا على الإطلاق. جسور ممرات الكروم في اليابان. ممرات المشاة تلك تقع في وادي إيبي في اليابان، حيث تم إنشاء الجسور الصغيرة في العصور القديمة للمحاربين واللاجئين لحماية أراضيهم. هذه الجسور تقع فوق نهر آيا، وهي تبعد بحوالي 13 بوصة من الجانبين من الجبال. وتقع هذه الجسور على جانب واحد من نهر آيا في حديقة ريبوفيزي الطبيعية الشهيرة. يجب أن يفكر المهندسون المعماريون في تضييق الجسر للتقليل من خطورته. جسر تامان نيغارا في ماليزيا. من بين أخطر الجسور في العالم جسر تامان نيغارا الذي يقع في الحديقة الوطنية في ماليزيا. وهو جسر معلق طويل، ويعبره كل يوم مئات من السكان المحليين والسياح للوصول إلى الجانب الآخر من المنطقة. وخلال موسم الأمطار يصبح هذا الجسر رطبا للغاية ويصعب عبوره. الحكومة الماليزية يجب أن تهتم بإعادة بناء هذا الجسر، لأنه من الصعب بالنسبة للوافد للمدينة العبور من فوقه. جسر حديقة كاكوم الوطنية بغانا. حقيقة مثيرة للاهتمام حول هذا الجسر، فبجانب انه من بين اخطر الجسور في العالم، فانه يقع في اعماق الغابات في غانا. ارض الغابة في الحديقة الوطنية في كاكوم كانوبي مساحتها حوالي 76 قدما. وعلى الرغم من ان الحديقة المحلية يزورها عدد كبير من السياح، لان هذا الجسر يصعب عبوره، ولا يوجد سوى دعم ضعيف من الصخور على جانبيه، وقد تتضرر الغابات التي تم بناؤه بها. جسر تريفيت بسويسرا. جسر تريفيت يقع في جبال الألب، ويعد من أخطر الجسور في العالم. هذا الجسر طوله 180 مترا و110 مترا في سويسرا. تم بناء جسر تريفيت في عام 2004، وتمت إعادة إعماره في عام 2009. هذا الجسر من الصعب جدا عبوره، فلا يوجد به جانبين للحماية ولا حتى حبال تساعدك في عبوره. جسر موسو تسروباشي في اليابان. موسو تسروباشي جسر ياباني واحد من أخطر الجسور في العالم، وقد شيد في عام 1950، وهو جسر ضيق جدا. الجسر يوجد به حبال تساعدك في عبوره، حيث يعبر مئات الآلاف من الناس كل يوم. إذا كنت تفكر في عبور هذا الجسر يجب أن تفكر كثيرا، لأنه حقا جسر خطير. جسر إيغل دوميدي في فرنسا. يقع جسر إيغل دوميدي في فرنسا، وهو من بين أخطر الجسور في العالم. إذا كنت تعاني من أي أمراض مثل القلب، ننصحك بعدم عبور هذا الجسر. فهو ضيق ويبلغ ارتفاعه حوالي 12600 قدم فوق مستوى سطح البحر.
الجسر يوجد به داعم من الجانبين، ولكن ارتفاعه مرعب للغاية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يخافون من المرتفعات. جسور القدم بباكستان. جسور القدم في باكستان هي تماما مثل ملعب الأطفال. هذا الجسر المعلق تم تشييده باستخدام مواد سيئة، لذلك يعده من بين أخطر الجسور في العالم، ويعد عبوره صعبا جدا وخطير في نفس الوقت. جسر مارنبرويك بألمانيا. يقع جسر مارنبرويك في ألمانيا، وهو من أخطر الجسور في العالم. تم بناء هذا الجسر الخطير بالقرب من جبال الألب البافارية، وذلك لربط المنحدرات من الجانبين مع بعضها البعض. هذا الجسر شكله رائع، ولكن إذا فكرت في عبوره سوف تعرف أنه خطير أيضا، لذلك عليك التفكير عدة مرات قبل عبور هذا الجسر الرائع والخطير في نفس الوقت. في النهاية الرجاء ادعمونا بلايك واشتراك للقناة ليأتيكم كل ما هو جديد في قناتنا قناة اتثقف.